الراديو 90 90 هواها مصري. يا بابا حرام بقى كده كتير بجد. ايه ده انت بتعلي صوتك عليا يا واد يا حامد؟ اخس عليك وعلى تربيتك. معلش يا بابا هو ما كانش يقصد. هدي اللعب يا مودي وما تطيرش الكنز من ايدينا. حاضر حاضر. انا اسف يا بابا، انا بس يعني كنت فاكرك هتقول لنا على مكان الكنز على طول كده يعني. لا يا حامد يا ابني، اياك والاستعجال، ده حتى اللي قبلينا قالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. سي مأمون أنا نازلة يا أخوي. تعالي هنا نعتمد. فيه إيه؟ إيه اللي أنت لابساه ده؟ أنت اتجننتي؟ ماله لبسي يا سي مأمون؟ أنا مش منبه عليك 100 مرة ما تلبسيش طرحة زيتي، لأنها بتبين جمال عينيك العسلي وتخليكي فتنة للرايح والجاي. إيه؟ خلاص؟ بقيت بتكسري كلامي يا نعتمد. العفو يا أخوي، أنا بس قلت يعني إنه خلاص الشباب والجمال راح والسنين ما خلتش فيها غير عيوني العسلية. أنا خلاص شنشنتي يا سي مأمون. اوعي تقولي كده يا نعتمد، اوعي، انت هتفضلي طول عمرك غزالة شاردة. صحيح يا مأميقو؟ صحيح يا نعنيقو، وعيونك هتفضل سحراني، عيونك اللي عاملة زي عيون البقر الوحشي. يا لهوي عليك وعلى كلامك اللي بيدرمغني، كلامك الحلو ده يا مأمونتي. يا اخوانا احنا قاعدين. وايه اللي معاكم؟ ما تغوروا في اي حته، خلينا اقول لامكم كلمتين حلوين. طب قول لنا فين مكان الكنز واحنا نسيبكم براحتكم على الاخر. الكنز فكرتني. طب خش انت غيري الطرحه الزيت يا نعتمد، ونبقى نكمل كلامنا بعدين لما العيال تنام. حاضر يا اخويا. الا نتنظر، انت تأمرني امر. ها كنا وصلنا لغاية فين يا أولاد؟ وصلنا لغاية إنهم فطروا في رمضان في مائدة الرحمن. تمام، وفضلت الحياة ماشية كده، يوم حلو ويوم خناق لحد ما جيه اليوم إياه. وإيه اللي حصل بقى في اليوم إياه؟ هقول لكم. اليوم ابتدى بإن الست نرجس كانت قاعدة مع بنتها حنان وبيدردشوا بهدوء. العسل فيكي واللي يدوقك ما يسليكي. ايه ده يا ماما خضتيني؟ في ايه يا بت؟ ما تجمدي قلبك كده امال. يلا خدي نفس جامد كده ووريني شهقتك الحلوه. ايه يا بت المياصه دي؟ في ايه يا ماما؟ ما انا كل مره بعملها من غير شهقه والملوخيه بتطلع حلوه وزي الفل. لا يا حبيبتي، وهي الملوخيه تبقى ملوخيه من غير شهقه؟ طب ده ياما ستات اتطلقوا عشان ما بيشهقوش للملوخية. مش معقول. يعني ايه؟ انا كدابة يا حنان؟ لا يا ماما مش قصدي، بس انا يعني مستغربة. لا يا حبيبتي ما تستغربيش، شهقة الملوخية دي سرها باتع. بس بصراحة يا ماما صوت شهقتك عالي قوي ويخض. يا حلوة، امال لو سمعتي صوت شهقة امي الله يرحمها. الله يرحمك يا تيتا، بس قوليلي يا ماما هي كانت شهقتها اعلى منك بكتير؟ امال، طب دي كانت بتشهق الشهقة من هنا تلاقي الشارع كله طلع عندنا يسأل في ايه. اللي يفتكر حد مات لنا، واللي تفتكر انها شافت عفريت، لا والأدهى اللي يتصل بالبوليس، كله كان بيخاف من شهقتها. معقولة يا ماما للدرجة دي؟ واكتر. الله يرحمك يا ماما، كان ابويا بيعشقها وبيتمنى لها الرضا ترضى. ده كل ده من شهقة الملوخية؟ شهقة الملوخية دي حاجة من الحاجات، بس في حاجات تانية كتير. قوليلي بقى يا ماما زي ايه؟ اهم حاجة انك تخليه يغير عليك. بس مراد بيثق فيا، وبعدين انا اصلا ما بنزلش من البيت وما بيحصلش اي موقف يخليه يغير عليا. لا بقولك ايه، هي الرجالة كده لازم تلعبيهم على الشناكل وتخليهم يمشوا يلفوا حوالين نفسهم كده عشان يفضلوا معاكي. انت بطريقتك دي يا هبلة هتطيري جوزك من ايدك. طب قولي لي يا ماما اعمل ايه؟ قلتي لي بقى اعمل ايه؟ بوسي يا حبيبة امك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه الريحة الجميلة دي؟ عجبتك ريحة بارفاني؟ لا بارفان ايه؟ انا بتكلم على ريحة الطشة اللي قلب الشارع كله. معقول الريحة دي طلعت من عندنا؟ ايوه يا حبيبي من عندنا. يا حياتي يا حياتي بعشقك. طب حضري لي بقى الغدا بسرعه قبل ما اغير. حالا يا قلبي. الله على ريحه الطشه، الاكل بسرعه يا حنان. حالا يا حبيبي. بركه طشتك يا ماما، يظهر كلامك طلع صح،
يبقى أكمل في الخطة زي ما فهمتني. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، خراشي على جمال الملوخية. أوه يا لهوي على جمال الأرانب. عجبك الأكل يا حبيبي؟ عجبني، إيه اللي عجبني؟ ده أنا هاين علي أنط في طبق الملوخية وأكمل حياتي جواه وأعوم في الطشة دي على طول. طب بالهنا والشفا يا محسن. محسن، أنت شكل الملوخية بوظتلك دماغك. أنا مراد جوزك يا هانم. ها؟ مين محسن ده؟ ها؟ لا 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 مش قصدي، ما تاخدش في بالك، ما أنا عارفة. هو أنا برضو معقولة تلخبط في اسمك يا محسن؟ تاني هتقول يا محسن. طب أنا هقوم بقى أغسل إيدي، ها، واعملي لي الشاي بسرعة يا تفيدة. مين تفيدة دي؟ مرات محسن. وبعدين بقى ما تضايقش ولا غر عليا. طب أعمل إيه؟ أيوة لقيتها، أنا هعمل زي ماما ما قالت لي، هزود العيار. يا سلام يا سلام على كوباية الشاي الجميلة. إيه ده؟ علبة سجاير؟ حنان يا حنان. ايوه يا مراد، في حاجة؟ ايه ده حنان؟ دي ما كنتش اتوقع ابدا انك تتصرفي بالطريقة دي، اخس عليكي. لا يا مراد ما تفهمش غلط، انا مش بخونك ولا حاجة، والعلبة دي مش بتاعت راجل غريب جه البيت وانت مش موجود، والله العظيم يا مراد صدقني. يا بنت الكلام الغريب ده، ومين قالك اني فكرت في كده اصلا؟ امال انت ندهتلي ليه يعني؟ ندهتلك عشان اقولك بلاش شرب سجاير يا حبيبتي، دي خطر على صحتك وعلى صحة النون وارجوكي. هو انت افتكرت العلبة دي بتاعتي؟ امال بتاعت مين؟ وفي حد بيدخل البيت غيرك وغيري؟ لا طبعا. طيب وانا ما بشربش السجاير، تبقى العلبة دي بتاعت مين يا شقية؟ يلا وعديني بقى، وعديني انك تبطلي. بس اصل. طب خلاص بقى، خلاص خليها بالتدريج، حاولي تقلليها. اقولك بطلي سجاير وشربي معسل. يا مراد انا خلاص بقى، مش عايز اسمع ولا كلمة، انا نازل اقعد على القهوة شوية. ها مش عايز حاجة؟ عايزة سلامتك. طب سلام عليكم. وبعدين معاك بقى يا مراد، شكلي كده هضطر استخدم الضربة القاضية. بحبك باستمرار، بحبك طول العمر، يا أجمل ما في البيض وأحلى ما في السمر. يعني هي بيضة ولا سمرة ولا بيحب تاكسي ولا إيه حكايته ده؟ إيه ده؟ حنان؟ حنان؟ أيوه يا مراد، في إيه؟ هو في حد جه هنا وأنا مش موجود؟ حد؟ حد مين يعني؟ أنا اللي بسألك. لا مفيش. أمال إيه الجزمة دي؟ أها؟ دي تلاقيها بتاعتك. لا طبعا مستحيل تكون بتاعتي. تلاقيها بتاعتك وانت ناسيها ليه يعني؟ مستحيل. مستحيل علشان اسباب كتير. اولا دي مركب مش جزمة، ودي مش مقاسي تماما. ثانيا الجزمة ريحتها معفنة جدا. تلاقيك بس لبستها كتير علشان كده يعني. عشان كده ايه؟ والله لو فضلت لبسها شهرين ما هتعمل الريحة دي. انا عارف نفسي كويس وعارف كل لبسي وجزمي. رد عليها يا حنان وما تخليش الشيطان يلعب في دماغي. صدقني يا محسن. محسن؟ انا قصدي مراد. لا يا شيخه، جاي تفتكري اسمي دلوقتي؟ انا خلاص فهمت كل حاجه. يا ترى مخبيه عشيقك فين يا خاينه؟ في الحمام ولا في المطبخ ولا جوه الجزمه؟ هو فين؟ هو فين الحيوان؟ يا مراد يا مراد بس اسمعني. اخرسي. هي حصلت تضربني بالقلم يا مراد. وهشرب من دمك لو ما اعترفتيش مخبيه فين. انا مش هتكلم غير قدام ماما. ماشي، انا هبعت اجيب اهلك كلهم واهلي وكل شيء هينتهي الليله. يا خساره يا خساره يا حنان. طب اهدى بس طيب عشان نعرف نتكلم. انا هادي يا ماما، بس لو سمحتي مش عايز مناقشه، انا خلاص خدت قرار ومش هرجع فيه. هو بابا ما جاش معاكي ليه؟ ما رضيتش اجيبه عشان حكايه ما تكبرش، وكان عندي امل نلم الدنيا. الدنيا خلاص ما فيهاش حاجه تتلم. بس يا حنان يا بنتي كفايه عياط. ما خلاص بقى يا مراد يا ابني، ما انا حكيت لك كل الحكايه وفهمتك. وانت فاكره اللي حكيتيه ده هيديني؟ بالعكس، ده خلاني مش طايقها اكتر. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني انا بقى لو كنت خنتك بجد كنت عملت ايه؟ بس يا بنت عيب. سيبيها يا طنط، سيبيها تزعقلي كمان، ما انا خلاص ما بقيتش راجل في نظرك يا ست حنان. قطع لسان اللي يقول عليك كده يا حبيبي، ده انت راجل وسيد الرجاله. ما تتكيش قوي في الدعوه لحسن لسانك يتقطع. لساني انا؟ اخصى عليك يا مراد. اخصى عليا انا برضو؟ انا خلاص يا جماعه فقدت الثقه في الست اللي انا عايش معاها، مش هعرف بعد كده صدقها في اي حاجه، مش هعرف احدد الجد من التمثيل، والاهم من كده بقى
اني مش هعرف اثق فيكي تاني يا حماتي. ليه بس يا ابني؟ عشان كل اللي حصل ده كان بترتيبك. انا كان هدفي سعادتكم. هدفك سعادتهم برضو ولا هدفك تخربيها؟ مالوش لزوم الكلام ده يا ألفة. لو كنتي لي وسألتيني أنا كنت هقولك تعملي إيه عشان يفضلوا سعادة. ما أنا قلت علم بنتي لأمي وأمك علموه لنا. بس بقى كفاية، أنتوا ليه بتتعاملوا معانا على إننا يعني عيال صغيرين؟ ها؟ ليه بتتدخلوا في كل حاجة في حياتنا حتى في أصغر التفاصيل؟ ليه مصرين تخلوا حياتنا شبه حياتكم؟ أيوة كده، اديهم على دماغهم. على فكرة الكلام ده ليك أنت كمان يا ماما. أنا يا مراد؟ أيوة يا ماما، كلكم كنتوا بتتدخلوا في حياتي انا وحنان. كل واحد فيكم فاكر انه بيبسطنا وبيخلي حياتنا احلى، والمثل بيقول المركب اللي ليها ريسين بتغرق، وانتوا اللي غرقتوا المركب دي. انتوا تقولوا يمين وحماتي تقول شمال، وكل واحده فيكم بتشد الدفع ناحيتها لحد ما وصلتونا للنتيجه دي. خلتوني كرهت اليوم اللي قررت فيه ان اتجوز. طب اسمعني يا مراد. مش عايز اسمع حاجه، انا متمسك لاخر لحظه ومش عايز اتعصب، بس لو سمحتوا بقى ما تضغطوش عليا اكتر من كده. انا هدخل جوه الم حاجتي وهتصل بالمأذون، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وليه يا حبيبي انت اللي تمشي؟ هي اللي تلم حاجتها وتمشي. تمشي تروح فين؟ انا بنتي حضنه والشقه من حق الزوجه. لا يا حبيبتي لا يا روحي، احنا نروح المحكمه بقى. تاني هتتخانقوا تاني؟ لو سمحت يا ماما بس. وانت يا حماتي اهدي بقى. ايه ده؟ انا مش شحطت ابني ولا مراتي في المحاكم، قصدي يعني اللي كانت مراتي. واذا كنت معرفتش احافظ على البيت ده في الجواز، فعلى الاقل هخرج منه باحترام بعد اذنكم. مراد يا مراد، ما تسيبنيش يا مراد. وبعدين يا جدو حصل ايه؟ حصل اللي فيه النصيب. يا عيني يا حنان، صعبان عليا قوي. اه يا حنان تستاهل، هي اللي عملت في نفسها كده. حرام عليك يا اخي، انت ما عندكش قلب. بس يا انت وهي، انتوا هتتخانقوا قدام جدكم ولا ايه؟ سبع يا دا حامد، سبع طلع لابوك. تسلم يا والدي. بس اقولك يا حاج. قول يا سيدي. بيني وبينك كده، هو الكنز كان في الجزمة؟ جزمة ايه يا جزمة انت؟ لا طبعا الكنز ما كانش في الجزمة. امال الكنز فين؟ اللي حكيته لكم لو ركزتوا فيه هتعرفوا اول طريق الكنز، والباقي في الحكاية الجاية. هو لسه في حكاية جاية؟ امال انتوا فاكرين ايه؟ الشاي نعتمد، السهرة لسه مطولة.